كان ناقص شركة أبل انضمت اليوم إلى سرب الشركات اللي عم بتطور تقنيات تشبه روبوت الدردشة تشات جي بي تي. ما هي توقعاتك بشأن شكل هذا التقنية أو الأداة الجديدة التي ستطلقها أبل؟ هلا نانسي، نحن لما نبحث على معلومات على الانترنت عاده نستعمل محرك بحث جوجل، وهو يعني كمنافس في كثير مؤسسات مثل مايكروسوفت وغيرها حاولوا على كثير من السنوات انه ينافسوا جوجل وما في. هن يعني افضل محرك بحث موجود باشواط، وعم يكون عندهم مليارات الدولارات عم يقدروا كمردود، لانه هن هالمحرك يعني من افضل محرك. بنلاقي مؤسسات مثل ابل ومثل مايكروسوفت وغيرها عم بيحاولوا ينافسوا جوجل وما عم يقدروا. تيجي تقنية هلا الذكاء الاصطناعي مثل ما شفناها بتشات جي بي تي وغيرها، يلي عم تقدر تعطينا معلومات من دون ما نستعمل محرك بحث جوجل. فهيدي أول مرة من فوق العشرين سنة عم يكون في منافسة ثابتة لمحرك بحث جوجل. من هيك هيدي المؤسسات الكبيرة مثل أبل ومايكروسوفت وغيرها عم بيلاقوا فرص هلا من هون لثلاثة لخمس سنين لقدام ليكونوا هني من أفضل المؤسسات. بدي أتوقف عند هذه النقطة قليلا أيمن. يعني تشات جي بي تي كانت السباقة بإطلاق هذا النوع من الذكاء الاصطناعي التوليدي قبل الشركات الأخرى، ولكن منذ أن أطلقت هذه الأداة تشات جي بي تي وبدأت الشركات الأخرى تحذو حظوها، يعني هل هذه التقنية اليوم لم تكن متوفرة في أبل أو في جوجل وتم اكتشافها حديثا؟ ليش هذه الشركات لم تسبق تشات جي بي تي قبل ذلك؟ يعني ليش بهذا التوقيت اليوم عم نشوف العدد الكبير من الشركات التي تتسابق على مثل هذه الأدوات؟ هلا في شئين لهالموضوع. اول شيء لانه تشات جي بي تي نجح وفي اقبال من ملايين الاشخاص بعدد قليل من الوقت، صار في طمع من كثير من المؤسسات، لقت انه اذا تشات جي بي تي نجح يعني نحن عندنا مجال ننجح، يعني في اقبال من السوق اذا نحن عندنا منتج معين. فهيدا النجاح سمح لهيدي المؤسسات انه تركض على الموضوع، وكمان سمح لها يكون في عندها يعني في كثير ناس عم تعطي مصاري عم بيحولوا مصاري على هالمؤسسات ليكونوا هن عندهم فرصه من هيدي التقنيه الجديده. هيدا شق واحد. الشق الثاني، هيدي التقنيه نانسي مثل ما تفضلتي هي كانت موجوده صار لها سنين، بس صار لها باخر 10 سنوات عم تتحسن وتتحسن وتتحسن، بس ما كان في تطبيق قوي ومنيح وسهل الاستعمال مثل تشات جي بي تي اللي سمح يجمع كل هيدي التقنيات على سنين معينة، لأنه جوجل كان عنده منتج مثل هيدا ومايكروسوفت وغيرها، بس ما كان سهل الاستعمال ونتيجته اللي عم تعطيها بهيدي الطريقة. فلما اجى اقبال العالم كتير منيح على هالمنتج، كل هالمؤسسات تحركت والمصاري تحركت باتجاه المؤسسات. تحركت ايضا باتجاه اليوم انه يكون في اجماع على ابطاء تطور الذكاء الاصطناعي بعض الشيء، ولكن عم نرجع نشوف اليوم شركه ابل تدخل في هذا السباق. كانوا شركات التكنولوجيا كان في نوع من الاجماع فيما بينها بانه خلينا نطول بالنا شوي قبل ما نطور هذه التقنيات اكثر. هلا كابطاء يعني هيدي التقنيه لحتى يكون في قوانين معينه وهيك، النيه بمحلها بس التطبيق على الارض غير. يعني مثل ما انا حابب اعمل رياضه، حابب خفف وزني، بحكي فيها مع اصحابي بخفف اوقات، بس انا على الارض ما عم بخفف وزني، عم باكل اللي بدي اكله، ما عم بعمل رياضتي. فهون نفس الشيء انا عم شوف فيها انه في حكي انه لازم نعمل ابطاء ولازم نحرك، بس التقنيه ماشيه، المؤسسات ماشيه، كمؤسسات ناشئه هلا عم يكون في عندها يعني عم تقدر بس تقول انا عم بعمل شيء خاصه بالذكاء الاصطناعي، عم تيجي فلوس باتجاهها. فالعالم كلها راكده، يعني عم بيكون في قوانين يعني عم تسن ينشغل عليها، بس هي بدها يعني قبل سنه سنتين ما حد بين يعني. طبعا وهذا شيء مطلوب يعني اليوم من اجل تخفيف قدر الامكان من التداعيات السلبيه لهذه التقنيات. اليوم مع دخول ابل معترك المنافسه، جوجل قبلها ايضا تشات جي بي تي، هل سنرى مثل ما في تعدد بمنصات التواصل الاجتماعي، تعدد بهذه الادوات، واي اداه هي التي ستكون متفوقه على غيرها برايك؟
هلا يلي المؤسسة أبل عم تعمله وكمان غير المؤسسات بدهم لما يكون في عنا أسئلة خاصة أساسية بديهية نقدر نستعملها. يعني هني حاولوا بسيري بتقنية سيري بيستعملوها إنه بيسأل أنا السؤال بالجهاز وحتى فينا باللغة العربية ويعطيني الأجوبة. ما كان نجاحها كتير كبير, فعم بيحاولوا هني هلا يغيروا بالتقنية ليكون باتجاه تشات جي بي تي ليقدر يعطي الأجوبة أكتر وأفضل, ليقدر استعمال سيري يكون أفضل وأحسن. هلا لجواب يكون أي التقنية الأحسن بعد بكير, لأنه هذه التقنية بعدها بأولها, تشات جي بي تي هو السباق فيها, ونحن حنعمله هو حنستعمل التقنية اللي عم تعطينا الأجوبة اللي عم بتناسبنا وبالسرعة الموجودة. يعني مثلا محرك بحث جوجل كتير منيح ونتيجته كتير منيحة, بس تستعمل غير محركات بحث يعني نتيجة في فرق كتير واضح بالنتائج. منشان هيك نحن بنرجع على محرك بحث جوجل كمحرك بحث أساسي, فحتكون يعني حيتفوق يلي هو أكتر شيء عم تكون نتيجته أفضل من غيره وسهل الاستعمال. الجميل ما تتحدث عنه أيضا أنه سيتم دمج هذا التقنية حتى بسيري, وبالتالي يعني تكون الإجابات مستفادة أكثر مما هي عليه وربما أوسع وأكثر دقة, يعني لا يقتصر الموضوع فقط على شكل أداة معينة. ربما أكبر مصدر للمخاوف اليوم عندما نتحدث عن الذكاء الاصطناعي التوليدي وهذه الأدوات هي مسألة سرية المعلومات والخصوصية اليوم. إلى أي مدى كثرة هذه الأدوات رح حتى تساعد هذه الشركات أنه تجمع بعد كمية أكبر من البيانات عن الأشخاص؟ في شيئين لهالموضوع. في يعني كبيانات الأشخاص, بيانات الأشخاص صور فيديو شو كل شيء مكتوب خطي, وفي كمان أي معلومات موجودة من الإنترنت. ما هو بالآخر هذا تقنية معينة عم بياخد معلومات من الإنترنت, عم بياخد معلومات يعني من أي جهات, وهذه معلومات صحيحة أم لا. فكل شيء موجود على الإنترنت كصور وكفيديو هيك هذا كله عم يتحلل, والتقنية اليوم كتير أكتر شيء على الخط المكتوب. بس بالتقنية الأجدد شوية من هون لست شهور حتكون بيحلل الفيديو, يعني كل شيء عم ينحكى بالفيديو, الأشكال بالفيديو, الفيديو عم يكون على البحر, عم يكون بالمكتب, الأشخاص شو أشكالهم شو ألوانهم شو أعمارهم. هيدي التحليل بعدها مش موجودة هلا, بس حتجي لقدام وحيندرس كل شيء على يوتيوب وفيديوهات على الإنترنت وكل شيء. هيدي كل شخص منا يلي عنده صوره الخاصة والفيديوهات الخاصة على الانترنت هي موجودة حتندرس وحتتحلل, وإذا حيلا حدا سأل عن نانسي مين نانسي شو عم تعمل وشو أخبارها رح يعرفوا عنا أكثر ما بنعرف عن حالنا. يعرف تفاصيل من يعني إذا حدا يعرف تفاصيل عنك نانسي بيفوت على إنستغرام, بيفوت على الإنترنت, بيفوت على موقع سكاي نيوز, بكرة بيسأل شات جي بي تي بيجمع له كل المعلومات, بيقول لك هيدي يعني هيدي صار لها كم سنة مع هالمؤسسة, بتحكي بهالمواضيع هيك, يعني بيحلل كل يعني كيف نحن بفوت نعرف أخبار الناس, بيخفف عنا بيجيب لنا الأخبار لحاله. تمام, يعني هذا هو الاتجاه على كل حال اليوم, كل شيء بيدل أنه نحن رايحين إلى ذلك. بس خلينا نشوف بعدين كيف بده يكون موضوع المراجع والتأكد من مصداقية المعلومات وكيف حيتم ترويض هذه الأدوات كي تعمل لصالح الخير. هذا يبقى الأساس بالنهاية. شكرا لك من دبي الخبير في تقنية وأمن المعلومات أيمن عيتاني, بتمنى لك يوم سعيد أيمن. شكرا لك.